بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس احترافي جديد من دروس احترافي الفوتوشوب. والنهاردة هنتكلم عن طريقة ادخال العناصر ثلاثية الابعاد في التصميمات التجارية عشان يطلع شكلها بالطريقة دي. خليكم معايا. من كم يوم شفت التصميم ده على النت وعجبني وقلت لازم اجيبه لكم علشان نعرف ازاي يتعمل ونعمل تدريب عليه بحيث ان احنا نعرف طريقة شغل العناصر ثلاثية الابعاد. الموضوع بسيط جدا وسهل لانه من الفوتوشوب من 2016 لحد دلوقتي بيحاول يطور في خصائص ثلاثية الابعاد واصبح ليها اوبشن جميل جدا وبيدي شكل كويس قوي قوي في التصميم. بس بيحتاج كارت شاشة قوي شوية، فلو حصلت معاك اي مشاكل في نصوص ثلاثية الابعاد تعرف ان انت محتاج بس تعمل تعرف كارت الشاشة اخر تعريف ليه او تعلي مواصفات جهازك وفي نفس الوقت يكون معاك اخر نسخة من الفوتوشوب او من النسخة الجديدة. النهاردة هنحاول ان احنا نقلد البروشور ده. طبعا كل اللي حوالين النص الثلاثي الابعاد تقدروا تعملوه لان احنا تعلمنا ازاي نعمله، لكن هيبقى الصعوبة في النص الثلاثي الابعاد فاحنا هنبدأ بيه. خلينا نعمل اول حاجة نخلي الطبقة دي layer ونحاول نقلل الاوبيسيتي بتاعتها شوية ونبدأ نعمل زيها بالظبط. اول حاجة بشتغل طبعا نص عادي، بكتب مليون، احط الفاصلة مليون بالطريقة دي. لاحظ ان انا دلوقتي مؤشر موجود لسه في الكتابة، بشيل المؤشر وقف بس على الطبقة اللي انا كتبتها واروح على قائمة type وبعدين اختار extrude to 3D. بيسألني بيقول لي انت عايز تحول الطبقة دي ل 3D، بضغط yes. بعد كده بيظهر لي الخصائص بتاعة 3D. اول حاجة في هنا البانل بتاع 3D بتتقسم لاربع حاجات. الحاجات الاوبشن اللي فوق ده متوقفة على اختيارك هنا في قائمة layers او 3D layers. لو احنا قفلنا layers دي نلاقي هنا الكاميرا وهنا اختيارات كتير. دي الطبقة اللي انت بتشتغل عليها اللي هي دي. غير كده هيظهر خصائص تانية لكل حاجة تانية انت بتختارها. نلاحظ هنا ده الضوء، دي الكرنت فيو او اللي هو المشهد الاساسي، ودي الديفولت كاميرا بتاعتك. فانت اتأكد ان انت واقف على اللي هي الليارات اللي هي ثلاثية الأبعاد قبل ما تشتغل عشان تظهر لك الخصائص دي. أول حاجة علشان أعمل التقسيمة دي بتاعت الكلام بيظهر لي هنا امتداد الظل أو التقسيمة نفسها، بحاول إن أنا أطولها شوية زي كده وأروح على الاختيار التاني اللي هو الإمالة بتاعت التقسيمة. بنزل تحت خالص، هروح على Vertical Angle، بحاول ان انا اقللها شوية، بتنزل معايا التقسيمة بالطريقة دي. اختيار Taper بيقلل لي شوية السمك بتاعة الحافة بتاعتها بحيث ان هي تبقى بالشكل ده. اجي لو انا حركت الطبقة بتاعتي بالشكل ده زي كده بلاقي مثلا لو هي طويلة شوية برجع تاني على الامتداد بتاعها اقلله زي كده. الظل اقدر كمان ان انا اتحكم فيه من هنا لو انا مش عايز ظل خالص بالشكل ده، او ان انا لو عايز اتحكم في زاوية الاضاءة بقف على اللمبة اللي فوق دي واحاول ان انا احركها. طبعا بضغط عليها كليك الاول وبعد كده احرك الجزء ده بيتحكم لي في الاضاءة. مثلا ممكن اخليها بالشكل ده وبعدين احول الطبقات بتاعتي شغل فوتوغرافي. يظهر لي الطبقات، اقف عليها كليك يمين واعمل ريسترايز 3D، ترجع لي الشكل بالطريقة دي، هقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. بعد كده كل الشغل سهل. ممكن ان انا اضيف بقى العلبة بتاعتي والخلفية والكلام ده كله. ممكن احط طبقة تحت الكلام واجي على الجريدينت اخد مثلا اللون الغامق خليه ده، واللون الفاتح خليه ده مثلا واضغط اوكي، اجي
خليها دائرية زي كده، بتكون بالشكل ده كده تقريبا. وبعدين اجي طبعا اكمل بقى الطبقات بتاعت الكتابة. طبعا من هنا بنغير الحروف الأرقام، لو حبينا إن هي تبقى English نختار Arabic من هنا. نيجي بعد كده لآخر جزء في التصميم، واللي هو العلبة. طبعا العلبة سهلة جدا، احنا بنروح على النت ونفتح جوجل، نكتب مثلا present box او gift box، gift box مثلا بيظهر لنا بالشكل ده. ممكن لو احنا عايزينها من غير غطا او الغطاء بتاعها مفتوح ممكن نكتب opened. opened gift box ونعمل صور. بعد كده هنشوف زي ما احنا شايفين في صور كتير تنفع معانا، ممكن ناخد منها اي صورة حسب الشكل اللي احنا عايزينه. انا لقيت صورة هنا لعلبة، وميزتها ان هي جي اي اف كمان، بي ان جي كمان. بي ان جي بتريحني طبعا لان مفيش خلفيه، مش هقعد اقص ولا كده، فطبعا بدخلها في الفوتوشوب تكون بالشكل ده. اخدها على التصميم بتاعي، تطلع معايا كده. طبعا ممكن اغير اتجاهها. دلوقتي الصعوبة هتكون معانا في قص العلبة علشان ال 3D layer تكون جواها. بنعملها ازاي؟ طبعا بنخلي الطبقة قدام ال 3D layer. بعد كده بجيب أداة اللاسو تول، أقص الجزء اللي هو الخلفي. الشكل ده كليك يمين لير فيا كات، الاحظ ان طبعا الطبقة اختفت ورا. اجي على الجزء الزيادة امسحه بالريس تول عادي، طبعا على الهاردنس بالاسلوب ده، واخلي الطبقة دي تحت الطبقة بتاعت 3D layers بالشكل ده كأنها طالعة من جوه. وأقدر إن أنا أظبطها شوية، ممكن أحط التلاتة جوه جروب عشان أتحكم فيهم ككل بالشكل ده. نيجي لآخر نقطة اللي هي إيه؟ الخلفية. طبعا هنا اللي صمم الموضوع ده عمل خلفية عبارة عن ورق. بروح على جوجل، اكتب فولينج بيبر او كلر فول، كلر فول بيبر فولينج دبل ال، انتر، بيطلع معايا بالشكل ده. ممكن اختار اي شكل زي ما انا عايز، طبعا بختار صور كبيرة بحيث الحجم يكون عندي على قد التصميم.
تديني ريزوليوشن اعلى، تكون بدون حقوق زي كده مثلا. سيفها، صغر الاسم شوية، اخدها على الفوتوشوب، افتحها لوحدها، وبعد كده اسحب الصورة على التصميم بتاعي تكون بالشكل ده. ممكن احجمها كنترول تي واضغط كنترول زيرو علشان يجيب لي الحدود الخارجية، وبعدين شيفت مع الت علشان اصغر التصميم، وبعد كده احاول ان هو يكون على قد الصورة. طبعا الصورة دلوقتي مش شفافة، ازاي احطها على الخلفية بحيث ان هي تحافظ على شكل الخلفية معايا؟ بضغط على، بروح على المود وخليها داركن، اداني شكل الخلفية زي ما هو، بس احافظ على الالوان، ارجع الطبقات بتاعتي، بلاقي التصميم بالشكل ده. ممكن كمان ان انا اصغر الخلفية شوية لو انا حابب ان هي ما تكونش بكامل الصورة بالشكل ده. وده كان التصميم الثلاثي الابعاد، بيكون شكله كويس جدا في التصميم. يا ريت نقدر ان احنا نستغل موضوع ثلاثية الابعاد اللي في الفوتوشوب، لانها بتطلع تصميمات ممتازة جدا، وخصوصا في التصميمات الدعائية او في البروشورات الاعلانية. يا رب يكون درس النهاردة عجبكم، ان شاء الله اقابلكم في درس جديد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو مش مشترك معنا في القناة اشترك عشان توصلك الدروس الجديدة. لو في عندك اي استفسار او مراجعة على اللي انا بقوله تقدر ان انت تسيبهولي في كومنت على اليوتيوب. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.